والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المجاهدين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نحن في خاتمة المكتوب 72 و200. هذا المكتوب ختمه مولانا الشيخ أحمد الفاروق السرهندي بنقد بعض الصوفية الذين لم يدخلوا في مدرسة العلم، فأخطاء عقدية وأخطاء فقهية لا نعرف القبول عند الله عز وجل ما مداه، ولكن الذي نعرفه أن هذا خطأ ويجب إصلاح هذا الخطأ. فمن أهم واجبات الدعاة العلماء ليس الإنكار على هؤلاء، دون ناس اللهوية بالمعنى العام، ليس الإنكار عليهم، ولكن تصحيح أخطائهم، تمام، التصحيح بطريقة لطيفة، طريقة يعني ذكية تصلح هذه الأخطاء التي وقعوا بها. فمن جملة ما يقول في آخر هذا المكتوب: أيها الأخ الأعز، إن العوام كما أنهم مشاركون لأخص الخواص في هذا المبحث، كان عم يحكي عن مسألة الوجود ومراتب الوجود، وكيف أنه البعض عوام الصوفية لشدة جذبتهم لا يرون أن الناس والمخلوقات موجودة، والموجود هو واحد وهو واجب الوجود. هذا الكلام قلنا خطأ، وقال إنه العالم الرباني لا يرى إلا الله، صحيح، لكن يعلم أن المخلوقات كلها موجودة بوجود الله، إيجاد الله لها سبحانه وتعالى. ممكن الوجود لكن موجودة، بيميز بين ممكن الوجود واجب الوجود، هذا في صفة الوجود وهذا صفة الوجود، لكن تختلف صفة الوجود. الممكن الوجود بسبب موجد، أما واجب الوجود بدون موجد. فيقول فالعلماء الربانيين يعني بيرجعوا بالنهاية مثل العوام اللي ما دخلوا أصلا الطريق كله، لكن الفرق أن العوام نظرتهم سطحية، بيقولك في الله وفي مخلوقات بس بشكل سطحي جدا، بينما الإمام الرباني أو العالم الرباني يقول في الله واجب الوجود، وفي عوام وفي ناس مخلوقات ممكن الوجود موجودة، وفي فعل إنسان وفي فعل الله عز وجل. فإذا قال: من هنا كانت معاملة الأنبياء ومعائشهم عليهم الصلاة والسلام في كثير من الأحكام كمعاملة العوام ومعائشهم ومعاشرتهم مع أهلهم وعيالهم. قال: كان خير البشر صلى الله عليه وسلم يعامل أهله وعياله مثل معاملتهم وحسن معاشرته صلى الله عليه وسلم مشهور. نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل يوما الحسن والحسين، أولاد بنته عم يلعبون عم يقبلون يبوسون، وأظهر لهما تمام الانبساط، فقال شخص من الحاضرين أعرابي كان، قال: إن لي 11 ابنا. هي نص الحديث بغير هاللفظ، هو ذاكره بالمعنى، ولم أقبل واحدا منهم أصلا، بعمري ما بوست ولد، وعندي في رواية يمكن 14 ولدا، 17 15 16، ولم أقبل يوما ولي واحدا منهم. شو هالقلب هذا؟ ما أجب بالك هيك ابنك عم ينطوط تاخده تبوسه؟ قال: لا. هدول اللي هذا الله يعافينا اللي فجر بنته 7 سنين عمره قتلوه اليوم،
قتلوه، الله لا يرده. كلاب النار، فخخ بنته 7 سنين وفجرها، وبنته طلعت. أنا الحالي يمكن هي مو بنته، خاطفها، حتى لو خاطفها بس مهم يعني طلعت بنته بالآخر. فخخ تنتين، واحدة ما لحق يفجرها، عمره طويل، تانية 7 سنين فخخها وفجرها. هذا ابن هاد 14 ولد، هو من نجد، كان نجدي وهذا نجدي، 14 ولد 15 ولد، بعمرك ما بست ابنك بوسة، ما قبلته قبلة، لك ولد غريب. أبو هادي يجيب بنته باخذها ببوسها، لك بيشتهي الواحد يعني، يعني ما بعرف يعني كأنه هيك فطرة هي يعني. ما قبلت وابنك أبدا، لا حول ولا قوة. هاد ولد هداك، هذا التطرف لا إنسانية. ما بعرف يعني، أنا ما وجدت كلمة أو عبارة، لما شفت الفيديو ما وجدت كلمة أو عبارة تعبر، وشفت صورتها وهي شقف شقف، ما أعرف، ما وجدت عبارة تعبر يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أو أملك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ولي على آمتك، شو بساوي لك إذا منزوع الرحمة من قلبك؟ شو معقول ما بتقبل ولد؟ مو ما بيقبل ولد، إنه من باب إنه مجذوب، كما هي القصة التالية. ثم يذكر قصة فيقول: نقل عن المخدوم الشيخ فريد شكر كنج أنه لما توفي، هذا واحد من الأولياء بس مجذوب، قال: لما توفي واحد من أولاده وبلغه خبر وفاته لم يطرأ عليه تغيير أصلا، يعني قالوا له مات ابنك ولا كأنه في شيء، وقال: مات جرو الكلب، يعني كلبه مات الجرو تبعه. آخر يجوه يمو من الدم مني، ولا طلع فيه ولا نزلت دمعة. فمولانا إمام رباني عم يقارن هاد بالنبي، قال: بس هذا ليش قال هيك يا شباب؟ تقال هيك مو من ما في رحمة بقلبه، بس هذا على طريقة مثل ما قلنا لكم، شايف الشمس ومو شايف، ما له شيء، حتى حاله مو شايفه، غالب عليه الذكر على طريقة اللي سنتين ومرته عنده لساعتها بنت، على هالطريقة. فهذا من شدة الجذبة هيك وضعه حاله، مو قضية نزع رحمة من قلبه. أما النبي عليه الصلاة والسلام كامل، يرى الله عز وجل ويرى فعل الله أنه اختار ولده للموت، وبنفس الوقت دمعت عينه على فراق ولده. تمام. وقال: إن القلب ليحزن، وإن القلب، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ودموع على غدوده صلى الله عليه وسلم. إيه، شاف الله وشاف الولد نفس الوقت، لا لم تحجبه رؤية الولد عن الله ولا رؤية الله عن الولد، هذا مقام الكامل. أما هذا الشيخ اللي مات ابنه قال لهم ابن كلب مات، عشان إذا جرو مات تزعل عليه؟ شو بدي يزعل؟ هذا من شدة الجذب هيك قال، لكن هل هو مقام كمال؟ لا، مقام نقص. أما ذاك اللي ما بعمره قبل ابنه، هذا اللي فخخ بنته، هذا مو، هذا مو لا جذب ولا مذب ولا، هذا واحد مدري مغسول دماغه، مدري محشش، حتى هو المحشش والله ما بظن انه المحشش بيطلع منه هيك، ما بعرف، ما الخوارج ما بتلاقي
تحليل لنفسيته يعني. ما ما لو بتجيب أكبر دكتور نفسي بكنطق دماغه، كل العلم اللي أرابي لك كله بكفي، وهي الحادثة بكفي أبدا. هلا إذا بجيب أكبر دكتور نفسي بالعالم وتورجيه الفيديو هذه فخخ بنته، قال ابني، قال يا بنتي ما عاد في رجال، مو هيك طلعوا بالباصات الخضر. ايه انت رجال روح، ليش عم تبعت لها مسكينة الدرويشة؟ مو انت رجال روح. ما بعرف شو بدي احكي يعني، ولا حول ولا قوة الا بالله. فاذا هي القصة احبابنا، اذا النبي عليه الصلاة والسلام أي أنه مقام الكمال، نزول بعد العروج، السير الآفاقي الأنف، وبعدين السير الأنفسي، الفناء وبعدين البقاء. فهذا الشيخ بالفناء لساته، وهذا ما كمل، ما بالبقاء، بعد ما طلع نزل. الله يتوب علينا، نحن لا طلعنا ولا نزلنا، إنها هنا قاعدون قاعدين وراء الطاولة، نحكي على الإمام الرباني وعم نحكي على النبي وعم نحكي على الشياطين. الله يتوب علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.